السلام وبركاته. اليوم احنا يوم الاربعاء 24 اكتوبر عام 2018 في مدينه باكو عاصمه اذربيجان، وهذا البحر الذي من خلفي هو بحر قطبين الذي تشترك في حدوده او تعيش على حدوده خمس دول: اذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وايران. هو بحر غني بكل ما فيه من خيرات، من بترول ومن أسماك ومن مناظر سياحية جميلة، وهي تعتبر بحيرة كبيرة جدا 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 جدا، من أكبر بحيرات في العالم إن لم تكن أكبر بحيرة في العالم. طول هذا البحر حوالي 1200 كيلو، وعرضه حوالي أكثر من 200 كيلو، ومساحته 320 كيلومتر مربع، وهو تعتبر في وسط الطريق اللي هو بنسميه طريق الحرير، اللي من الصين إلى لغاية ما نروح لأوروبا في اقصى الغرب. ليه احنا هنا في بحر قزوين؟ علشان نقول ان هذه الدول التي اغلبها سكان مسلمين اتوا هنا ليعيشوا وينشروا الحضاره الانسانيه الاسلاميه منذ مئات السنين، وتشاركوا جميعا في خيرات هذا البحر مع اخوانهم من غير المسلمين الذين عاشوا ايضا هنا. فلذلك اليوم واحنا في اذربيجان، اذربيجان دولة حديثة العهد، استقلت في عام 1991 على الاتحاد السوفيتي، واصبح لها حيثية مهمة جدا وتحتاج لتنمية كثيرة جدا. واحنا ندعو الجمعيات وندعو المؤسسات وندعو الاشخاص ان ارادوا ان ياتوا هنا لمساعدة الشعب الاذربيجاني. الشعب لا يحتاج اكل وشرب ومساء، بل يحتاج الى تعليم، يحتاج ويحتاج لتنمية القدرات البشرية. لأننا في هذه الأيام التي قضيتها في باكو وجدت كثير جدا من الشباب ومن النساء قدرتهم عالية جدا 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 على الإبداع وعلى العطاء وعلى الإنتاج المجتمعي، ولكن المشكلة الوحيدة عندنا هي اللغة. ولو كان هؤلاء يتحدثون باللغة الإنجليزية لفاقوا ما هم موجودين في أوروبا وأمريكا من الإبداع والعطاء والإنتاج المجتمعي. لذلك فنحن نريدكم أن تأتوا لزيارة أذربيجان، وكذلك أننا نأتي هنا لإن أردنا أن نأتي لبناء القدرات، تدريب الشباب، تقوية المرأة، وبناء مؤسسات مجتمع مدني قوية، والاهتمام بالتعليم والاهتمام بالثقافة والاهتمام برفع الوعي لهذا الشعب. ومن بحر قزوين إلى لندن وإلى أوروبا وإلى أمريكا، نراكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.